قام محافظ مطروح اللواء خالد شعيب بتسليم مساحة 70 فدان بمنطقة قرية أبو شرب بسيوة إلى الشباب وتوزيع شتلات الزيتون بواقع 75 شتة لكل فدان، وذلك بمنظومة الري الحديث بالتنقيط. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتنمية سيوة ودعم قدرات الإنتاج الزراعي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي. كما تفقد محافظ مطروح ورئيس مركز بحوث الصحراء مسار المرحلة الأولى من القناة المفتوحة بطول 41 كيلومتر الناقلة لمياه الصرف الزراعي خارج واحة سيوة إلى المستهدف زراعته على جانبي المسار الذي يصل إلى 100,000 فدان. النهارده في إطار تدعيم الدولة للشباب النهارده سلمنا 70 فدان لشباب سيوة لزراعتها سواء بالزيتون أو بالنخيل، ووزعنا عليهم الشتلات، فنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، ويمكن المشروع مشروع متكامل بري حديث بضخات مياه موجودة تضمن وصول المياه لكل شبر موجود داخل هذه المزرعة اللي توزعت على الشباب. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله تعالى، وإن شاء الله المزيد والمزيد بإذن الله. كان سبق قبل كده وزعنا عليهم 30 والنهارده 70، يبقى إجمالي حتى الآن 100 فدان وزعناه على الشباب. مركز الصحراء هيتابع من الناحية الفنية ويطلع قوافل علمية تتابع الإشراف على المعاملات الزراعية للزيتون. اللي استلم المزارع فعلا الشبكة جاهزة بالطاقة الشمسية بالشتلات بأفضل أنواع الشتلات، وبنأهله بنعمله دورات تدريبية.